إجماع ما ينقال لشخص بتاع السياسة، بس تأثر بالأحداث السياسية الرئيسية اللي تصير عندنا في الكويت. وأمس كان في انتخابات مجلس الأمة، نبارك الأخوة اللي كسبوا العضوية، عسى الله يطرح فيهم الخير وبركة فيهم البلاد والعباد. وأنا ما شاركت لأني مسافر مع أخوي علاج بالخارج، عسى الله يشافي ويعافي. فصحيت من النوم ورحت شفت النتائج، الدائرة نتائج انتخابات مجلس الأمة، فرحت على الدائرة الرابعة. أنا ما أصوت في الدائرة الرابعة، ولكن دائرة تهمني لأن حوارات الشباب كلها عنها، فدائرة تهمني أشوف من ينجح من الصغر. في شيء وقفني، هذا الرجل شنو؟ سعد الغنفور، قوي قوي قوي، يعني هذا اللي انقاله ما يطيح ما يطيح، هذا ما يطيح. 2012 أعلى موجة طيحك بالرأس، وكان رأسه مطلوب وما طاح. مجلس الأغلبية يلا موجود ناجح، مجلس محلنا مقاطعون ناجح، تنزل ولد عمه، تنزل نسيبه، تنزل سبعة من فخذة. المنطق يقول ان ارقامه تغل، لا تزيد 1500، من وين يجيبهم؟ ما ادري ما ادري من يجيبهم. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن عليه، ما شاء الله اقسم بالله. لا والناس بالانتخابات ندوات ومحاضرات وما يسوون وخطابات، يطلع هو يقول انا ما اقول انا افعل، 1500 صوت زياده من وين؟ ما ادري. شوف التاثير وين يوصل. يعني فوالله العظيم انا يعني من 2008 الى الحين هذا الشخص اللي انقال عنه يعرف من اين تؤكل الكتف، ها ابو علي سعد الغنفور يعرف من اين تؤكل الكتف، والله برافو عليه. ولو بالدار الرابعه يعني ها يعني اي شيء عليك كشملك سهلة، بس هو صامد ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن.